ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن الأسباب اللي بتخلي ولادنا ما يرضوش يحكوا لنا اللي بيحصل معاهم. يعني كذا أم تقولي أنا ابني مش بيحكي أي حاجة بتحصل معاه. طيب في أسباب بتخلي الأطفال ما بتحكيش، أو المراهق عموما في أسباب بتخلي ولادنا ما يرضوش يحكوا لنا الحاجات اللي بتحصل معاهم. أول حاجة، أول سبب، الهجمات المفاجئة. الهجمات المفاجئة اللي بيعملها الأب والأم على الأطفال، اللي بتطلع في شكل عصبية. يعني يبقى جاي الطفل بيحكي، لسه هيبدأ يتكلم ويقول أي حاجة، لو أي حاجة قد كده وبدأت يعني ملامح وشنا تتغير ونبدأ نتنرفز ونتعصب على الطفل، دي اسمها الهجمات المفاجئة. إن هو الطفل بيبقى مطمن وقاعد بيحكي وفجأة واحدة يلاقي انفعال حصل عليه، تمام؟ ودي بتخلي الطفل ما عندوش ثقة في رد فعل الأم أو الأب، لأن كده كده أنا لما أجي أحكي حاجة بابا أو ماما هيبدأ يتعصب عليا أو هيبدأ يتنرفز أو يزعق، فهو بيبقى خايف من إيه؟ من رد فعل بابا وماما، فبعد كده بيقرر ما يحكيش أصلاً، تمام؟ لأن هو مش بيكون ضامن رد فعلنا. يبقى هنا اول سبب بيخلي ولادنا ما يرضوش يحكوا لنا الهجمات المفاجأة، ان احنا بنتعصب لو ولادنا حكوا لنا حاجة مش عاجبانا او مش على مزاجنا، او بيبدأ يظهر رد فعل على وشوشنا مش حلو للطفل، فده بيخلي الطفل بعد كده مش ضامن رد فعلنا فمش بيرضى يحكي. تاني حاجة، النقد المستمر. النقد المستمر لما بننتقد كل تنتوفة في الطفل بيعملها، أي حاجة قد كده، بصوا بيعمل إيه، بصوا بيعمل إزاي، بصوا عامل إزاي. النقد المستمر ده بيخلي الطفل يتقفل، بيخليه يتقفل. لما نفضل نعدل على تصرفاته، تعليمات تعليمات، اعمل كذا، انت بتعمل ده غلط، انت ما بتعملش صح، انت دي اسمها نقد مستمر، تمام؟ وكل موقف يجي يحكيه وننصحه من غير ما يطلب النصيحة فبيتقفل وما يرضاش يحكي من أساسه. يبقى هنا كده تاني سبب، النقد المستمر، ان احنا طول الوقت على كل حاجة قد كده بننتقد الطفل ونبدأ نعدل على تصرفاته ونديله توجيهات، فهو خلاص بيقول ايه، لا انا محكيش اصلا، مش لازم. يبقى اول سبب الهجمات المفاجئة، تاني سبب النقد المستمر، تالت سبب الاحكام المطلقة. يعني ايه الاحكام المطلقة؟ اول حاجة لما الطفل يكون جاي هيحكي او اي حاجة، انت هببت ايه خلاك تتحرم من البريك النهاردة، قلت لصاحبك ايه زعله ما انا عارفاك، صاحبك زعل منك انا عارفاك، قلت له ايه زعله منك، اكيد عملت مصيبة خلت الكابتن يعاقبك. احنا كده بنحكم على الطفل ان هو سبب المشكلة من غير ما نسمع، تمام؟ وان هو يعني السبب الرئيسي والاساسي لاي حاجة بتحصل، فده بيخلي الطفل مش هيلجأ لنا ابدا، حتى لو وقع في مشكلة فعلا مش هيرضى يروح لبابا او ماما عشان يحلها له، لان تلقائي هو شايف ان بابا او ماما بيقولوا انت عملت هببت ايه النهاردة خلاك تتحرم من البريك، انت زعلت صاحبك في ايه، يعني هم شايفين ان هو السبب في المشكلة، فعشان كده هو مش هيرضى يلجأ لبابا وماما لان هم مش هيساعدوه، هينتقدوه بس، تمام؟ دي اسمها الأحكام المطلقة، تمام؟ رابع سبب، الموضوع مش مستاهل. يعني ايه الموضوع مش مستاهل؟ كم حد فينا لما بيجي حتى وهو كبير كده يحكي لحد من اصحابه اي حاجة ويقول له ايه، مش مستاهل الموضوع ان انت تبقى زعلان كل الزعل ده، انت مكبر الموضوع قوي. انت نفسك كحد كبير بتبدأ تقول ايه، لا انا مش مكبر الموضوع، انا حاسس ان الموضوع ده مضايقني، فما بالك بقى ده طفل لما يجي يحكي لك على حاجة وتقول له لا ده الموضوع مش مستاهل انت مكبره قوي. بيتهيألي حاجة زي كده ما تضايقكش، المفروض ما تبقاش متضايق منها. لا، هو انت ما تدخلتش في احساسه او مشاعره عشان تعرف هو الحاجة دي مضايقاه ولا مش مضايقاه، فما ينفعش لما يجي ابني يحكي لي اقول له انت مكبر الموضوع قوي، لا انت بتعيط ومحموق على ايه. طب ما هو احنا كده ولادنا لما اي كلمة قد كده هتتقال لهم هيبقى عندهم لا مبالاة، تمام؟ فده بيخلي كفيل قوي، يعني احنا بنقول لولادنا بدون وعي انت محموق قوي على ايه، دي بدون وعي بتخلي الطفل يتقفل ان هو يحكي لي او يقول لي على حاجة هو مضايقاه او حاسس بيها. يبقى احنا كده قلنا ايه هي الاسباب اللي بتخلي ولادنا ما يرضوش يحكوا لنا اي حاجة بتحصل معاهم. اول حاجة الهجمات المفاجأة، تاني حاجة النقد المستمر طول الوقت، تعليمات تعليمات ونقد على كل حاجة، تالت حاجة الاحكام المطلقة ان الطفل هو السبب في كل حاجة،
رابع حاجة ان الموضوع مش مستاهل او ايه، او الموضوع مش مستاهل، ويعني ايه مش مستاهل، انت مأفور او مكبر الموضوع. دي الاربع حاجات دول بيخلوا الاطفال ما يرضوش يحكوا لنا الحاجات. فلو احنا بنعمل الحاجات دي يا ريت نحاول نقل منها شوية، هنلاقي ولادنا بيحاولوا يحكوا على قد ما يقدروا. ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، نتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامة.